الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق، نشرة الأخبار مع ربى الحجلي. وفي العناوين: شهداء وجرحى بتفجيرات إرهابية ضربت ريفي طرطوس ودمشق ومدينتي حمص والحسكة. الجيش يستعيد السيطرة على قرية المشرفة ويعزز مواقعه في محيط الكليات العسكرية جنوب حلب. شهيد برصاص الاحتلال أثناء اقتحام مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق، أهلا ومرحبا بكم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفجيرات الإرهابية في ريفي دمشق وطرطوس وحمص والحسكة استمرار للإرهاب الممنهج الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية. وفي رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أضافت الخارجية أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه المجازر والجرائم الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجباتها القانونية والأخلاقية في محاربة الإرهاب، ولن تمنعها من العمل على تحقيق حل سياسي للأزمة في سوريا. أدان مجلس الشعب والوزراء التفجيرات الإرهابية الوحشية التي أدت إلى ارتقاء 40 شهيدا في 6 تفجيرات إرهابية استهدفت كلا من ريف دمشق وحمص وطرطوس والحسكة. وكان عدد من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون بتفجيرين إرهابيين متتاليين عند جسر أرزونا على الطريق الدولي بريف طرطوس. مراسلنا محمد حسن والتفاصيل. نحن الآن تحت جسر أرزونا أو بالقرب من جسر أرزونا على الاستراد الدولي بين حمص وطرطوس، هنا حيث قام الإرهابيون صباح هذا اليوم بتفجيرين إرهابيين على هذا الحاجز المكتظ بالسيارات القادمة المتجهة باتجاه طرطوس واللاذقية. هؤلاء الإرهابيين كانوا يتوجهون لقتل الأطفال وقتل الشيوخ والنساء كما هم عليه، يعني هكذا هو تاريخهم. لكن أنا أريد أن أقول لكل أبناء طرطوس أن طرطوس هي بخير، وأن هذا العمل الإرهابي الجبان كان متابع بشكل دقيق وتم ضبطه بأقل خسائر، ولم يتمكن هؤلاء الإرهابيين والقتلة الوهابيين من دخول طرطوس. أول ما اجت السيارة انفقق على هنا، نزلوا منا شخصين، أول حاله والثاني بعد ما مشي السيارة قلعت نتف صغيرة، قام الثاني فجر حاله. الصهريج انفجر هون انفجار هائل جدا، يعني الضحايا ما بنعرف على الضحايا، حملنا الضحايا بالسكودات وبالسيارات والديات وجريات حملناهم هون وراحوا على طرطوس. ارتقى 5 شهداء وأصيب شخصان بجروح صباح اليوم جراء تفجير إرهابي عند دوار مرشو شمال مركز مدينة الحسكة. وأفاد مصدر أمني في الحسكة بأن التفجير وقع بدراجة نارية مفخخة بكميات من المواد المتفجرة عند دوار مرشو الواقع شمال المدينة، مشيرا إلى أنه تسبب بارتقاء 5 شهداء وإصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.
وفي حمص ارتقى 4 شهداء جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة عند مدخل حي باب تدمر في مدينة حمص. استيقظت حمص على دوي تفجير إرهابي في حي باب تدمر جانب مقبرة الكتيبة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين وإلى أضرار مادية في المكان. هذا المشهد ليس غريباً على هذه المدينة الصامدة التي بالرغم من استهدافها تسابق الحياة في شوارعها. أهالي حمص أكدوا أنه بعد كل انتصار للجيش العربي السوري يسعى الإرهابيون لارتكاب الجرائم بحق المواطنين لتبقى إرادة الحياة شوكة في عين من اعتنق القتل والغدر. الله يرحم شهداء الحاجز اللي ضحوا بحياتهم مشان ما تدخل سيارة المفخخة. نحن متعودين وهذا الحقد الأسود له نتيجة لانتصارات الجيش بحلب وبالغاب وبحما، وإن شاء الله منصوري. نحن مع سوريا، نحن سوريين كلياتنا، نحن سوريين. الجيش العربي السوري هو لولا الحاجز الله يعطيهم العافية والله يرحم الشهداء، هن اللي أنقذوا الوضع بآخر لحظة، لأن بعد ما اكتشفوا السيارة بآخر لحظة واكتشفوا الإرهابيين فيها فجروا حالهم قلبا. بصمات الإرهاب الغادرة تقتل كل شيء، لكنها لا تقتل إرادة حياة وأحلام نصر في وطن روي بدماء الشهداء والتضحيات. وزير الداخلية اللواء محمد الشعار والصحة نزار اليازجي يتفقدان موقع التفجير الإرهابي بحمص ويطمئنان إلى صحة الجرحى في المستشفيات. تفقد وزيرا الداخلية والصحة لواء محمد الشعار والدكتور نزار يازجي يرافقهما محافظ حمص طلال البرازي وأمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد عمار السباعي موقع التفجير الإرهابي الذي وقع في حي باب تدمر بحمص وارتقى على أثره 4 شهداء وأصيب 10 آخرون. الوزيران اطلعا على حجم الأضرار التي خلفها التفجير والإجراءات الأمنية المتخذة في المكان والتي حالت دون دخول السيارة المفخخة إلى الأحياء الآمنة بحمص. أنا نأكد على شغلة أساسية هي الإجراءات الفنية التي يمكن أن تحبط كل أي محاولة من هذا القبيل، وهي التأكيد على هذه الأمور الفنية كثير هامة جدا بإحباط مخططات من هذا النوع. الإجراءات اللي كانت متخذة إجراءات كثير فعالة وجيدة، لكن تحتاج إلى المزيد من التدقيق بالقضايا الفنية التي يجب التركيز عليها حتى نحبط مثل هذه الأعمال. بالتأكيد الإرهاب راح يستمر باستهداف مواطنينا ويستهدف منشآتنا، لكن علينا أن نبذل جهود كثير كبيرة بهذا الاتجاه، ونحن قادرين على بذل هذه الجهود، ونحن باستمرار عم نستفيد من هاي الأساليب المتبعة من قبل الإرهابيين حتى نقدر نحبط كل هذه المخططات. رحمة على الشهداء اللي كانوا موجودين على الحاجز، وتم زيارة الجرحى اللي هن بالوقت الراهن في منهم بالعمليات. طبعا نحن منأكد كمان الشكر للمشافي الخاصة اللي هي عم تكون العون والرديف لوزارة الصحة، وخصوصا في حمص نحن منعرف قديش الإرهاب استهدف المشافي لوزارة الصحة، فلذلك تأكيد على العمل المتواصل من خلال المشافي الخاصة مع المشافي وزارة الصحة من أجل علاج هالجرحى الموجودين. وطبعا نحن اليوم كنا بالمشفى العسكري اللي هو استقطب الجرحى العسكريين اللي موجودين على الحاجز. كما زار الوزيران الجرحى والمصابين جراء التفجير في المشفى العسكري وأكد على تقديم الرعاية الصحية والعلاج المناسب للمصابين. الحمد لله على سلامة الجميع، إنه ما فاتت السيارة وإن شاء الله ما بتفوت لا هي ولا غيرها ولو على ذمنا. حسب التعليمات اللي جتنا عن سيارة جيب مفخخة، صار التدقيق على كل السيارات وبشكل عام على الخاص على الجيب. جتنا جيب برادو شيء 7:30 الصبح مع الهويات مزورة والدعوة إن الشباب من الشهر وقفنا هنا وقمنا بعض الاتصالات والجهاز كاشف المفجرات
هو بلش فيه صار بده ينكشف كبسي. الجهات المعنية تعمل على تقديم كل مستلزمات الصمود للأهالي في المناطق التي يستهدفها الإرهاب، تزامنا مع تعزيز الإجراءات التي تمنع الإرهابيين من تحقيق أي اختراق يؤدي إلى مزيد من الآلام للسوريين. كما ارتقى شهيد وأصيب 3 أشخاص جراء تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين في منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي. شهيد و3 جرحى هم حصيلة اعتداء إرهابي نفذه 3 إرهابيين على طريق البجاع في منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي. وفي التفاصيل أن الإرهابيين المخططين أرادوا دخول الأحياء السكنية في المدينة لإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا، إلا أن الجهات المختصة كانت لهم بالمرصاد وتعاملت مع السيارة فور اكتشافها، وفق ما أكد قائد شرطة محافظة ريف دمشق اللواء جمال عدنان البيطار. تم تحزيم من بداخلها بالتوقف، رفض التوقف، مما اضطر أفراد المجموعة الأمنية للتعامل مع هذه السيارة بإطلاق النار على الإطارات. بنفس اللحظة نزل من السيارة اثنان من الإرهابيون الذين كانوا بداخلها، والثالث قام بتفجير السيارة. الإرهابيان اللذان نزلا من السيارة أحدهما فجر نفسه على بعد 3 أو 4 أمتار من المكان بدون أي أضرار. الإرهابي الآخر اتجه باتجاه بلدة الصبورة على بعد 1 أو 2 كيلومتر، كان له بالمرصاد مجموعة من أفراد الدفاع الوطني، حاول أحدهم الإمساك به من أجل إلقاء القبض عليه والتحقيق معه مستقبلا، إلا أنه قام بتفجير نفسه مما أدى لاستشهاد هذا العنصر البطل، كما أدى إلى إصابة 3 مواطنين. قائد الشرطة لفت إلى أن التفجيرات الإرهابية المتزامنة في ريف دمشق وحمص وطرطوس إنما تدل على إفلاس الإرهابيين وحقدهم في الوقت الذي يسطر فيه أبطال الجيش والقوات المسلحة الانتصارات على الإرهاب في أرجاء الوطن كافة. أفاد مراسل الإخبارية السورية بسيطرة قوات الجيش العربي السوري وحلفائه على كامل قرية المشرفة جنوب حلب وسط فرار لإرهابيي جيش الفتح. وكانت وحدات الجيش استعادت السيطرة على كامل الكليات العسكرية جنوب حلب وأحكمت الطوق على تجمعات الإرهابيين في الأحياء الشرقية للمدينة. مراسلنا وليد هناي من داخل الكليات العسكرية وهذا التقرير. نعم مشاهدينا، البداية من داخل المدرسة الفنية، وهذه المدرسة التي استعادت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة عليها بالتزامن مع استعادة كافة الكليات العسكرية في هذه المنطقة جنوبي مدينة حلب، بالتحديد خلف مباشرة الوحدة 10 وعلى اليمين مبنى الجولاني. هذا المبنى الذي شهد عمليات مكثفة من قبل أبطال الجيش العربي السوري، وهذا واقع مدفع الجهنم المدمر للعصابات المسلحة المجموعات الإرهابية. واستعادت أبطال الجيش العربي السوري كافة الكليات العسكرية جنوبي مدينة حلب، وبالتالي تمتاز هذه الكليات بإشرافها على منطقة الراموسة بشكل مباشر وعلى طريق الراموسة باتجاه مدينة حلب عبر الجنوب مباشرة. أيضا تنتقل عدسة إخبارية سورية إلى المحور الآخر لترصد لكم مشروع 1070 شقة. هذا المحور الذي يحصل عليه اشتباكات الآن بين أبطال الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة. يعني العمليات التي تأتي هي أتت بكل حكمة ودقة من قبل أبطال الجيش العربي السوري، وكبدت الإرهابيين عشرات من القتلى والجرحى، ورصدنا بعض الصور لقتلى المسلحين في داخل الكليات العسكرية. تابعوا معنا. مشاهدين، عبر جولتنا داخل الكليات العسكرية نحن وصلنا إلى ساحة الكلية المدفعية، كلية مدفعية الميدان ومبنى القيادة، وهذه الساحة ساحة الاجتماع الصباحي، هي هذه العمليات التي أتت من قبل أبطال الجيش العربي السوري وهؤلاء الأشاوس الذين تقدموا وسيطروا على كلية المدفعية وبالتزامن مع السيطرة على كامل الكليات. إذن العمليات التي أتت من قبل أبطال الجيش العربي السوري هي كبدت الإرهابيين أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
العمليات المستمرة تأتي لترصد حركة الإرهابيين على ذلك المحور باتجاه منطقة العامرية. يعني في العمق أيضا معمل الإسمنت المتواجد أيضا تتواجد فيه قوات النخبة، وهذا ما يعني بأن المجموعات الإرهابية المسلحة هي واقعة بين كفي كماشة من جهة، معمل الإسمنت وأبطال النخبة المتواجدة داخله، ومن جهة أخرى من هذه النقطة داخل الكلية المدفعية من قبل أبطال وبواسل الجيش العربي السوري. الجيش اتبع تكتيكات واستراتيجيات معينة في السيطرة والقتال ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، الهجوم على عدة محاور، على ثلاثة محاور: محور شرقي يساري ومحور وسط ومحور غربي. كذلك وضع وسائط نارية قوية وكاميرات حرارية لشل حركة المسلحين ضمن الكليات العسكرية، والكليات العسكرية معروفة أنها محصنة بشكل جيد وفيها أبني متينة، لكن قوات النخبة استطاعت أن تتقدم بشكل ممتاز جدا والوصول إلى الكليات. تم تنفيذ الهجوم على محور الكليات من أكثر من محور، طبعا من محور الراموسي، طبعا تم الهجوم من محور من مدرسة التسليح ومن اتجاه المدرسة الفنية، طبعا عن اتجاه الحي الرابع عن طريق المعبر، وطبعا باتجاه جسر الراموسي وباتجاه باتجاه مساكن 1070. طبعا تم التقدم، وطبعا خلال ساعات تم اطباق الطوق على المسلحين بتمهيد جوي كثيف ومدفعي وكافه وسائط التغطيه. تم اقتحام المدرسه الفنيه من الجهه الشماليه ومن الجهه الجنوبيه. نقول لاهالي حلب: ايها الاخوه، ايها الاباء، ايها الامهات، ايتها الاخوات، اطمئنوا، الجيش العربي السوري في حلب، الجيش العربي السوري سيحرر كامل المناطق التي يسيطر عليها الإرهابي. عمليات الجيش العربي السوري حققت النصر بالسيطرة على الكليات العسكرية جنوبي حلب، والتي تمتاز بأهمية استراتيجية ومشرفة على منطقة الراموسة والعامرية، لا سيما أيضا باتجاه مدرسة الحكمة غربي حلب. ولكن ما هذا إلا بداية لعمليات الجيش العربي السوري باتجاه معاقل الإرهابيين. وليد هناي، الإخبارية السورية، من الكليات العسكرية جنوبي حلب. نفى الكرملين التقارير الصحفية التي تحدثت عن لقاء محتمل يجمع الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب أردوغان. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ما نشرته صحيفة السفير اللبنانية يوم الجمعة الماضي بأنه مختلق. وكانت السفير تحدثت عن لقاء ثلاثي مرتقب نهاية أيلول الجاري. اتفاق روسي أمريكي حول سوريا مؤجل الولادة إلى ما بعد انتهاء قمة العشرين، تشي به تصريحات متقاطعة وإيجابية من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما. يحيى كوسا. لم يكن مفاجئا أن تطفو الخلافات الروسية الأمريكية حول سوريا على سطح المحادثات التي أجراها الرئيسان فلاديمير بوتين وباراك أوباما في هانغتشو بحضور وزيري خارجية البلدين سيرجي لافروف وجون كيري. 40 لقاء واتصالا بين موسكو وواشنطن منذ بداية العام الجاري حول سوريا، كانت تحرص إدارة أوباما على وصفها بالاجتماعات البناءة والجيدة، وذلك في وقت تواصل فيه دعم مشروع الإرهاب الذي تستثمر فيه أكثر من 350 ألف إرهابي تحت مسمى معارضة معتدلة وتعمل على حمايتهم. مسألة وقف العمليات القتالية في سوريا هي أهم نقاط مباحثاتنا مع الجانب الروسي، وقد أوعزت لكيري بمواصلة المحادثات مع الروس، ونتوقع إحياء نظام الهدنة في سوريا حتى نركز على خصومنا المشتركين مثل داعش والقاعدة. لقاء أوباما بوتين على هامش قمة العشرين في الصين وصفه البيت الأبيض بالبناء
وقال عنه الكريملين بأنه جيد، وقد استغرق اللقاء أكثر من ساعة. تخللته خلوة بحث خلالها الرئيسان اتفاقا يركز رغم الخلافات التقنية على آلية تسمح بتصفية الإرهابيين في سوريا. حوارنا مع واشنطن وأنقرة حول سوريا متواصل، ونحن لا نؤيد أي خطوات خارج عن القانون، وعلى لافروف وكيري تجاوز الخلافات التقنية من أجل صياغة اتفاقنا حول سوريا، لأن هذا الاتفاق يزيد من فعالية محاربة الإرهاب بقدر كبير. وبانتظار حل الخلافات التقنية هذه والتي حالت دون الإعلان عن الاتفاق، فإن اللقاء المرتقب بين كيري ولافروف سيكون حاسماً. ربما لم يرد أوباما الإعلان عن الاتفاق حول سوريا من الصين التي تقف إلى جانب الحكومة السورية، لكنه كان متعجلا في الإعلان بنفسه عن لقاء لافروف وكيري المرتقب. ربما أراد الرجل استعادة ماء وجهه الذي أهدره استقبال باهت في مطار هانغتشو دون سجاد أحمر. عسفوحة ينبت زهر، عجبالها ورد وعطر، أرض الرجول والفدا أمجادها توزع فخر، لما بتشتد الليالي والنوى رصاص جيشنا هو الفجر، جيش وشعب كله سوا بيمشي على دروب النصر. وينضم إلينا في استوديو الرئيسية رئيس تحرير صحيفة الثورة الزميل علي قاسم. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. مساء الخير. عندما تتجه المجموعات الإرهابية إلى كل هذه التفجيرات التي تابعناها اليوم، ما الذي يعنيه ذلك على الصعيد النفسي والصعيد اللوجستي كذلك؟ يعني أعتقد يعني من الواضح تماما أن مسألة هي تعبير عن عجز وأفلاس حقيقي، وخصوصا في طريقة تنفيذ هذه التفجيرات الإرهابية التي تشير بوضوح إلى أنهم العجز لا يرتبط فقط بصعوبة الوصول إلى المناطق التي المستهدفة فحسب، وإنما أيضا يشير بوضوح إلى يقظة حقيقية لدى كثير من على الأقل الجهات المسؤولة عن هذه المسألة، وهذا أمر واضح تماما عندما استهدفت الحواجز. نعم. بمعنى آخر، وحتى هناك يعني بعضها لم يتمكن من اجتياز هذه الحواجز، وبالتالي هي حالة واضحة تماما في الاتجاه الآخر، اتجاه الجاهزية الواضحة، والتي كانت ربما تؤشر بشكل واضح أن حالة الإفلاس لدى التنظيمات الإرهابية لابد أن يتم التعبير عنها أو ترجمتها أو انعكاسها بهذه الطريقة التي تستهدف المدنيين الأبرياء بطريقة مباشرة، ومحاولة ربما إعادة خلط الأوراق. وأنا أعتقد أن يعني التعبير الطبيعي كما نقول دائما في السياسة هي حالة الإفلاس ميدانيا التي يتم التعبير عنها بهذه الطريقة الوحشية التي تتناول بطبيعة الحال يعني وخصوصا أن الضحايا والشهداء الذين سقطوهم أغلبهم من الذين كانوا يحاولون الذهاب إلى أماكن عملهم. نعم. وفي التوقيت الذي تم اختياره أيضا توقيت يعني توقيت يعني فيه شيء من الوحشية بمعنى الاستهداف لهؤلاء الناس. صحيح. بشكل ولذلك مباشر تكون الخسائر لذلك كبيرة، تكون خسائر يعني كبيرة وتكون مؤلمة وموجعة، حتى لو كان لا يستطيعون التعويض في أماكن أخرى، هذا المقصود. إذا أردنا أن نتحدث عن الميدان، هناك سرعة في إنجاز الإنجازات من بالنسبة إلى الجيش العربي السوري وما تحقق على الأقل يوم أمس على صعيد استرجاع الكليات، هل الميدان اليوم سيسرع إنجاز تفاصيل المشهد السياسي، بالتالي سنرى دخان أبيض ينطلق من بعض غرف المداولات، أم على العكس الحلول لا تزال مؤجلة وهي عبثية الوقت حتى اللحظة؟ بقناعتي الشخصية، وهذا الأمر ربما كررناه مرارا يعني هذا، وأنا أعبر به بشكل ربما خلال قراءة الموقف الأمريكي الذي لا أعتقد أنه يمتلك من الجدية والمصداقية على الإطلاق ما يؤهله لأن يكون طرفا حقيقيا في البحث عن حلول سياسية. طبعا للأطراف الأخرى، للدول الأخرى، ربما بطبيعة الحال لا نستطيع أن نتخيل أنه لا يمكن أو يجب أن نوقف البحث عن الحلول السياسية. البحث عن الحلول السياسية له ربما موجباته، له أسبابه، له دوافعه، وبالتالي أيضا له وظائفه التي يتم استخدامها الآن في أكثر من نطاق. لكن بالمشهد العام لا أستطيع أن أتخيل الأمريكي هو يبحث عن حلول سياسية، بدليل أن هذه الأشهر والأسابيع الماضية التي مرت تؤشر إلى ذلك، هي محاولة تسويف أكثر مما هي
رغبة حقيقية في البحث عن حلول. هذا واحد. النقطة الثانية بالتأكيد الميدان هو الذي يرسم المشهد السياسي، وهذه ربما من المسلمات التي بدأت نحن اليوم ندرك تماما أنها هي الحقيقة الوحيدة التي نستطيع أن نحاجج بها عمليا في المسرح السياسي. النقطة الثالثة تتعلق بأن الحسابات والمعادلات التي تبنى على بعض الأوهام ربما جزئية عندما حدثت بعض الاختراقات هنا أو هناك عندما حاولت التنظيمات الإرهابية أن وطبعا ومشغليها للأسف مشغليها الإقليميين والدوليين الذين راهنوا على بعض الاختراقات التي حدثت على أنها هي المتحول الذي سيفرض معادلة سياسية مختلفة. نحن اليوم نرى أن المعادلة تعاد بشكلها الصحيح بموقعها الصحيح بموطنها الصحيح بأن الإرهاب لا يعني ليس من الحكمة في شيء أن تتخيل أن الإرهاب يمكن أن يتعامل بالسياسة. نعم. لكن أستاذ علي هناك من قال بأنه صح الميدان ربما يسرع بناء لبنات المنجز السياسي أو المشهد السياسي، ولكن هذه المرة سيعرقل المفاوضات السياسية لأن القوى الإقليمية أو الدولية الواقفة وراء الانحدار التي يعني تدعم الجماعات الإرهابية لا يمكن أن تسلم بهذا الواقع، وبالتالي تتراجع خطوات بدل أن تتقدم على الأقل على طاولة المفاوضات. أولا يمكننا يعني إذا كان أحد يتخيل أو يتوهم أن الأمريكي سيبني حلول سياسية على ما حدث في ربما الأسابيع الماضية فهو واهم أيضا لحسابات، لأن هذه المفاوضات أو هذه المعادلات السياسية أو هذه الحلول التي كان يتم الحديث عنها هي ستحاكي إلى حد ما ربما تمنيات التنظيمات الإرهابية أكثر مما ستحاكي الوقائع والتطورات، وبالتالي نحن نعتقد أن إنجازات الميدان اليوم تعيد المشهد إلى وضعه الصحيح. كان هناك حالة من 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 التشوه في بعض التجليات التي ظهرت في هذا المشهد، وكان لابد من إعادة يعني تظهير الصورة بشكلها الصحيح، دعني يسميها إعادة يعني ترميم الصورة التي ظهرت سياسيا بشكل خاطئ. لذلك هي لن تعطل الحلول السياسية بقدر ما ستجلس بالمعنى بين مزدوجين ما ستصحح المسارات السياسية التي كان البعض يعتقد أنه بإمكانه أن يأخذها إلى مكانها الخاطئ وليس إلى المكان لكن الصحيح. لكن أمريكا هنا هل يمكن أن نقول بأنها لا تريد أم غير قادرة باعتبار لا تسيطر على كل التفاصيل وغير قادرة على ضبط إيقاع الشركاء بدقة كما هو معتاد مثلا؟ يعني أمريكا لا تسيطر، هذا أعتقد أنه واحدة من الأوهام التي حاولت الإدارة الأمريكية الإيحاء بها في هذا المشهد. أمريكا تستطيع، أمريكا متمكنة، أمريكا تدير كل ما هو يعني ظاهر على السطح من ناحية التنظيمات الإرهابية ومشغليها الإقليميين. ونحن نسمع كثيرا عن أن هناك بعض التمايز ما بين الموقف التركي عن الموقف الأمريكي وبين الموقف السعودي عن المواقف الأخرى. في نهاية المطاف عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجز حلا حقيقيا وفعليا بإمكانها، وعندما تريد أن تلزم تنظيما إرهابيا أيا يكن حتى داعش، ونحن يجب أن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد، عندما أرادت من داعش أن يتخلى عن جرابلس وأن تدخل القوات التركية هو استطاع أن يلزم داعش، ولذلك لم نشهد معارك ولم نشهد ما يشير إلى وجود معارك بقدر ما كان هو إحلال تنظيم إرهابي مكان تنظيم إرهابي. هو يعني ما رأيناه كان تسليم أمكنة أكثر، انسحاب لداعش مقابل تسلم الأماكن التي انسحب منها للتنظيمات المدعومة تركيا. لذلك هي أمريكا لا تريد، ليس لديها الرغبة، وعلى الأقل لسببين أساسيين. السبب الأول يعني حتى هذه اللحظة ويعني وليحدثنا آخر بمنطق إن كان هذا المنطق غير دقيق، يعني ما هي الأضرار التي تلحق بالمصالح الأمريكية؟ المصالح الأمريكية تتحقق من خلال الخراب والدمار، من خلال إدارة هذا الخراب والدمار. النقطة الثانية سريعا، نعم النقطة الثانية أنها ليست في موضع من الناحية الزمنية، يعني إدارة تريد اليوم أن تغلق ملفاتها، تريد أن تحزم حقائبها وترحل، ليس من الجائز بمكان ما أن تنجز حل سياسي وأن تفرضه على الإدارة الأمريكية القادمة. لذلك هي تنتظر مجيء الإدارة الأمريكية تالي تدير الصراع فقط من هذه الزاوية. شكرا جزيلا لك أستاذ علي قاسم رئيس تحرير صحيفة الثورة، شكرا لك.
وصلت الورشة العائمة BM-56 التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي إلى ميناء طرطوس لتنضم إلى مجموعة العمل الدائمة للقوات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط. وذكر مصدر عسكري روسي مطلع أن الورشة عبرت في 2 أيلول الجاري مضائق البحر الأسود ودخلت البحر الأبيض المتوسط واستلمت في الميناء مهمة المناوبة بدلا من الورشة العائمة MB-138. وتضمن الورشات العائمة التابعة لأسطول البحر الأسود بوجودها في نقطة الدعم اللوجستي للأسطول الحربي الروسي في ميناء طرطوس تضمن سير عمل السفن الروسية من المجموعة البحرية الروسية الدائمة في البحر الأبيض المتوسط. وهذه جولة على أهم الأخبار الدولية مع كاترين عضيمة. إليك كاترين. شكرا ربا، أهلا بكم إلى الأخبار الدولية. قالت لجنة التحقيق التي تقودها مصر في حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء إن المرحلة الأولى من اصطفاف أجزاء الحطام انتهت، وإن مرحلتين لاحقتين من التحقيق ستتبعانها قبل إصدار تقرير. أعلن خفر السواحل الإسباني أنه تمكن من إنقاذ 44 مهاجرا بينهم 15 قاصرا في البحر المتوسط قادمون من الجزائر ودول إفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى. رجح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند انعقاد لقاء يجمع قادة رباعية نورماندي التي تضم روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا في إطار تسوية النزاع في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، وذلك خلال الأسابيع المقبلة. بدأت في جنوب روسيا تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية بعنوان القوقاز 2016، ويشارك فيها 12500 عسكري وآليات حربية وطائرات وسفن حربية حديثة. لقي 3 أشخاص مصرعهم في المكسيك في فيضانات اجتاحت الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، حيث حاصرت المياه 200 شخص ما استدعى إخلاءهم جوا. قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح في تحطم طائرة مروحية شرق كندا بعد اصطدامها بخطوط للكهرباء. كان هذا كل شيء، نعود إليك ربا. شكرا لك كاترين، ونكمل هذه النشرة. والآن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ارتقى شهيد برصاص الاحتلال أثناء اقتحام مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة، والعدو يواصل إغلاق قرى وبلدات قرب مدينة نابلس بالضفة. خليل إبراهيم. ضمن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني استشهد الشاب مصطفى نمر وأصيب آخر من مخيم شعفاط شرقي مدينة القدس المحتلة بعد إطلاق جنود الاحتلال النار باتجاه سياراتهما في ضاحية رأس خميس الملاصقة لمخيم شعفاط وسط القدس خلال اقتحام المخيم. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد نمر هو الشهيد 54 في مدينة القدس منذ بدء انتفاضة القدس العام الماضي، وهو الشهيد 37 بعد 200 من شهداء الأراضي الفلسطينية الفترة ذاتها. وأوضحت أن عدد الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال قد ارتفع إلى 13 جثمانا عقب احتجاز جثمان الشهيد نمر. إلى ذلك أصيب 3 شبان برصاص قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية المحتلة أثر اقتحامها لبلدة سباستيا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الأهالي الذين حاولوا التصدي لها. وللتضييق على الفلسطينيين تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل عدة قرى جنوب مدينة نابلس لليوم الثاني بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية بذريعة تأمين حركة المستوطنين في المنطقة، أدى إلى عرقلة حركة المواطنين الذاهبين لأعمالهم وإجبارهم على سلوك طرق فرعية أخرى. كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو دعم بلاده لمصر في محاربتها للإرهاب الدولي وفي سعيها لتعزيز الأمن الإقليمي. وأشار شويغو في كلمة له خلال الجلسة الثالثة للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون العسكري الفني إلى أن القضاء على التنظيمات الإرهابية الموجودة في مصر وخاصة سيناء يلبي مصالح ليس مصر فقط بل كل المنطقة، مبينا أن مصر تعد شريكا استراتيجيا مهما جدا لروسيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
من جانبه أعرب وزير الدفاع المصري صدقي صبحي عن امتنانه للجانب الروسي لإتاحة الفرصة لبحث تطوير التعاون العسكري الفني بين الجانبين. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي ضرورة إدراك العالم الإسلامي لحقيقة أن رموز النظام السعودي يعتبرون بقائهم على عرش السلطة مرهونا بالدفاع عن قوى الاستكبار العالمي وخاصة الصهيونية وأمريكا والسعي لتحقيق مطالبهم. وقال خامنئي خلال كلمة وجهها لحجاج بيت الله الحرام إن الحكام المثيرين للفتن الذين ورطوا العالم الإسلامي في حروب داخلية عن طريق تأسيس وتجهيز الجماعات التكفيرية الشريرة هم متلاعبون سياسيون لا يعرفون الله، واصفا حكام السعودية بالشجرة الملعونة. وأضاف خامنئي أن هؤلاء يمدون يد الصداقة إلى الكيان الصهيوني المحتل مغمضين أعينهم عن آلام الفلسطينيين ومصائبهم وينشرون مديات ظلمهم وخيانتهم إلى مدن البحرين وقراه. لم يستطع غربال وسائل الإعلام الموالية لأردوغان تغطية حقيقة علاقة هذا النظام بالإرهابيين. أسامة شحوت. ازدياد الأنباء التي تكشف حجم تورط النظام التركي في دعم الإرهاب يحرج وسائل الإعلام الموالية لأردوغان. الأمن التركي يغض النظر عن فعاليات ونشاطات تنظيم داعش الإرهابية في قلب العاصمة التركية أنقرة. صحيفة يعني شفق التابعة لحزب العدالة والتنمية نشرت الخبر، لكنها سرعان ما حذفته دون ذكر الأسباب. من جانبها صحيفة جمهوريات نشرت مقالا تفصيليا حول نشاطات المجموعات الإرهابية على الأراضي التركية، أكدت فيه أن السلطات الأمنية لنظام أردوغان كانت تعلم بكل تحركات إرهابي داعش في تركيا وتراقب حركة نقل المتفجرات إلى سوريا دون أن تفعل شيئاً. كاشفة النقاب عن ملف سري موجود منذ العام 2014 لدى مديرية الأمن في أنقرة، وهو مؤلف من 22 صفحة يوثق نشاطات إرهابي داعش. وعلى الرغم من علمها بكل التفاصيل لم تتحرك لملاحقتهم أو توقيفهم. الصحيفة ذكرت أيضا أن الملف يتضمن أسماء الإرهابيين وجنسياتهم وتواريخ دخولهم وخروجهم من وإلى سوريا وأنواع المتفجرات التي ينقلونها إلى التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى معلومات حول بيع كميات كبيرة من القطع الأثرية المسروقة من سوريا، وكذلك أماكن جمع الأموال للإرهابيين في عدة مدن تركية ونقلها إلى التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري. تساهل مقصود تطور حسب الصحيفة إلى حد تجرؤ الإرهابيين على البحث في وسط أنقرة عن ورشات حدادة لتصنيع قوالب العبوات الناسفة وقذائف الهاون. وبالرغم من ضراوة الحرب على سوريا إلا أن هذا الإرهاب لن يستطيع كسر إرادة الجيش العربي السوري والنيل من صموده وإنجازاته. هاشتاغ الرئيسية. وإلى العناوين. شهداء وجرحى بتفجيرات إرهابية ضربت ريفي طرطوس ودمشق ومدينتي حمص والحسكة. الجيش يستعيد السيطرة على قرية المشرفي ويعزز مواقعه في محيط الكليات العسكرية جنوب حلب. شهيد برصاص الاحتلال أثناء اقتحام مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. في ختام الرئيسية تحية إلى أشاوس الجيش العربي السوري رفاق الروح وخاصة منهم على جبهات حلب ولأرواح من رحلوا بأمان الله.